السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير متابعينا الكرام. هذا الكليب نديرو فيه مع جمعية الدول المتوسط مع الأستاذ أحمد هامل. هذه على الكليب تاع سلطنة سلاطين. وكي بدينا في الفكرة تاع سلطنة سلاطين تاع الكليب تلمو عملناه الجونغ تاع فيلم، قلنا ولماذا يكون فيلم قصير تاع 15 دقيقة ويحكي قصة. والأستاذ أحمد هامل هو اللي خلق هالقصة هادية. رجعنا في العهد 1800 بكري، وجبنا لي زاكتور وقاعدين نعملوا في التورناج دركا. إن شاء الله إن شاء الله آخر شهر جوان كنو كملنا التصوير، بعد يقعد المونتاج والحوايج هذوك يعني. وراح تكون اول بالك اول فكره تكون بالك في الجزائر، هذه الفكره تاع الفيلم القصير يعني القصه والعهد اللي كنا فيه راح تكون بالك اول مره في الجزائر. المنتج راني انا هو اللي قعدنا ننتج فيه يعني، ما شفناش يعني سبونسور ولا كذا. حاليا انا هو مازلت انا الدقيقه هذه، مي فيه تكاليف، فيه باسكو فيه حوايج ياسر. هذاك اللباس اللي خدمناه كل مخدوم لهنا في عنبة وفي لاتولي تاع الاستاذ احمد هاني. لي زاكتور لي زوندروا اللي فيلمينا فيهم كان حوايج كان ناس ما تمدهم لكش، كان يعني فيها لقينا ماهيش صعوبات مي فيها تعب كبير. احنا حبيناها تكون كلش من عنابة، فريمون كلش، باش دانا باش نقولوا باللي عنابة عندها بوتنسيال كبير في الميادين كل، في الفن، في ليزاكتور، في الإبداع، في الإخراج، في يعني كلش ميادين عنابة. يعني هذه دانا طريقة فاسون باش نبينوا باش نبرهنوا وجودنا دانا في الجزائر كبيرة وعريقة وكذا، وكل منطقة عندها ناسها وعندها رجالها وعندها نساها وعندها لي كاباسيتي تاعها. مي باش ما ننساوش كو عنابة سي اون بيبينيير تاع الفن. هي هذه النقابة اتصلوا بيا من تونس، من تونس العاصمة. النقابة تاعهم تاع تونس، نقابة المهن الموسيقى والموسيقيين والمهن المجاورة، اللي تبع للسيد الفنان ماهر الهمامي. اتصلوا بيا لانهم سحقوا اسم من الجزائر واني يقدر يكون يمثل النقابه. دونك رحت لتونس وجاوا 13 بلد عربي فيهم الجزائر، فيهم كلهم في النقابات، عندهم نقابات، وحطينا حجر الاساس. دروك حطينا حجر الاساس تاع النقابه تكون عربيه. هذه جامي صرات في التاريخ اللي خلقت الدنيا والدين في الموسيقى والفن، جامي كانت نقابة عربية في العالم العربي، أول مرة راح تكون. دونك باش نعملوا قانون أساسي داخلي يكون يجمع كل البلدان، لي زافونتاج اللي عندهم في بعض البلدان ما عندناش حنا. هما مثلا وزارة الثقافة في بلدانهم ما تديرش أي نشاط بلا ما تعدي على النقابة، لأن في النقابة تلقى فنانين وفي وزارة الثقافة تلقى إداريين. دونك يجمع الإداريين مع الفنانين، اللي زيديت على الفنانين وكذا يعرفوا لي فيسال كيما نقولوا. هذه اللي قاعدين ندرسوا فيها درك وكذا. مي لأني ما نقدرش نكون أنا نقابي جوجير ما كارير ارتيستيك، أنا شونتور وفنان أون ميم طون. ما نقدرش نمشي هك وهك، أنا جوست باش ديماري إن شاء الله. من بعد نعملوا ان فوت ونحطوا ناس اللي عندهم مستوى هاو مبين في الحقوق وكذا، وفنانين يكونوا فنانين بالفوت وتكون عبر القطر الجزائري كامل. كان ال 5 جوي ان شاء الله في الكور تاع النبا حفله بما يخص 5 جوي 60 سنه من الاستقلال الجزائري، يعني حاجه كبيره، يعني 60 سنه من الاستقلال حاجه يعني مهمه لتاريخ الجزائر. وكان ان شاء الله 25 راح تكون في الجزائر العاصمه 25 جوان ان شاء الله، هيك راح يكون ثنائي ديو مع لطفي بوشناق.
كان أغنية من عند أخونا من تونس تانا سامي الوهري، يعمل الغناية تاع حال الدنيا مرة بمرة اللي يعملها الباب الله يرحمه، هو اللي يعمل الكلمات وعملها هي تاع نبلي فاضل، وبالأخص هو صالح فاضل اللي نوجه له التحية اللي عيط لي على الفكرة هذه تاع الديو مع الفنان لطفي بوشناق إن شاء الله. وسصغاي نوكازيون نروحوا للشرشال ونطلوا على نبلي فاضل اللي مسكين مريض ونتمنوا له الشفاء العاجل. احنا ان شاء الله هدرنا ان شاء الله مع رئيس البلديه تاع نابا على جال الشيء هدايا، لازم عندنا لي زوندروا بصح حابسين، عندنا الهواء الطلق اللي لازم له ترميم لازم له خدمه، عندنا لي روين اللي تاع اللابونه اللي لازمهم يتخدموا ونقدروا نديروا مهرجانات كيما عملنا زمان مهرجانات فيه، كيما كان كيما تاع جميله كيما تاع باتنا تينغاد، لازم يكون في عنابه لان عنابه تقعد كاتريان فيل دالجيري، يعني حاجه عنابه مدينه مهمه استراتيجيين وفنيين وكيما نحبوا نلقاها، عندنا البور عندنا سياح عندنا كل شيء في عنابه، ما يخصنا والو باش يكون عندنا الثقافه والفن، لا لازم تتخدم برك، لازم لي زوندروا هذو باش يقدر الفنان يسو برودوي سور سان، لازم يكون خاطر ما نجموش تياتر تاع النبا لازم نخدموا لا كليماتيزاسيون، من المحال نعملوا فيه حفله في الصيف ما فيش كليماتيزور، فو نشوفوا ليكليراج، يفوك نشوفوا لا سونو تاعو، عندنا مشكل في لي سونو، دار ثقافه مثلا ما كانش سونوغيست يعني اللي خالص على الخدمه تاعو اون طونك سونوغيزاتور، هم قاعدين يعاونوا الاولاد اللي عندنا هنا في عنبا، انا مدبية مع وزاره الثقافه وكذا يتحلوا في 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 الدومين هدايا، يديروا يعني يوكلوا انسان اللي راهو تابع للسون واللي تابع للكليراج ويخلصوه اون طونك تكنيسيان دو سون. ما عندناش الجماعه اللي شوفيها من اللي في عنبا هنا، كتر خيرهم اللي قاعدين يعاونوا فينا، احنا اللي قاعدين مش خدمتهم، كتر خيرهم. وهذه اللي عملها نشهد عليها يعني الاستاذ رشيد سعيدي، هو اللي عمل لا كومبينيزون هذه، بصح ما يبقى يعني شغل تبقى شغل مزيه ماهوش يعني خالص عليها تاعنا التكنيسيان، هذه مدبية وزاره الثقافه تتهلا في الامر هذا تاعنا. المتتبعين اللي معايا اللي نحبوني ونحبهم واللي بهم هما اللي قاعدين يعملوا لي في لا فولونتي هذه باش نخدم، عملت اشياء كثير، عملت في المودرن، عملت في المالوف، عملت في راح يكون ليامات هذوما ان شاء الله حيكون على امواج اذاعه عنابه وحيكون في لاباج تاعي، عملت اغاني توسكي امبيونس تاع الصيف على بالك لازم الفرحه ولازم الكذا، لانه باش ما ننساوش كي نقولوا المالوف ونقولوا النوبه، النوبه عندها وقتها وعندها ناسها، مي لو لارج بوبليك البوبليك الكبير لازم له لومبيونس، واحد كي يعمل عرس يعمل اسمه فرح يحب لومبيونس، على بكري في عنابه مثلا وفي في الشرق الجزائري نقولوا عنابه قسنطينه سكي قداميلا سقهراس البلدان الشرق يعملوا الفرح ويعملوا المقيل، جينيرالمون الفرح سي لومبيونس والمقيل اليوم وغدوه ونكون قاعده كيما قولوا تزيريا سوستا ونكون تما نسمع المالوف ونسمع الاغاني الرزان، الفرح سي لومبيونس. راح يكون ان شاء الله جديد، عندي ياسر حوايج جدد وراح يكونوا ليامات هذوما ان شاء الله.